ازيكم، انا اسمي بشمهندس محمود طلعت، وانا اللي هكون الانستراكتور بتاعكم في كورس الفي راي نيكست للسكتش اب ولي الراي. طيب كبدايه محتاجين ان احنا نعرف اولا في راي ده عباره عن ايه. في راي هو ريندر انجن كومباتبل مع اكتر من 3 دي موديلنج سوفت وير. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ده معناه ان في راي هو سوفت وير بيبدا ان هو يركب كبلجن على البرامج بتاعت ال 3 دي موديلنج. طيب برامج 3D موديلنج زي ايه؟ هنلاقي هنا لو جينا فتحنا الموقع الرسمي لكيس جروب الشركة المنتجة للفي راي، هنلاقي عندنا هنا كلمة برودكتس، فهنلاقي هنا المنتجات او ال 3D سوفت ويرز اللي كومباتبل مع الفي راي زي ماكس، مايا، سكتش اب، راينو، ريفيت، سينما 4D، مودول، انريل انجن وغيرها من الايه من البرامج. طيب الجزء اللي احنا هنكون شغالين عليه هو الفي راي فور سكتش اب وفي راي فور راين. طبعا انت هتشوف انهي سوفت وير او ال 3 دي موديلنج اللي انت شغال عليه، هما تقريبا نفس الانترفيس بنفس التفاصيل بنفس كل الاجزاء اللي احنا هنكون شغالين عليها، بس انت طبعا هتشوف انت شغال على انهي 3 دي سوفت وير. فانت لو شغال على سكتش اب هتبدا ان انت تضغط هنا، لو انت شغال على راينو هتبدا ان انت تضغط هنا. طيب هنيجي مثلا نيجي نضغط على الفي راي فور سكتش اب، هنعمل تراي فري، هتبدا يطلب منك ان انت تسجل اكونت، هتبدا ان انت تعمل اكونت، هيوصلك من الاكونت اللي انت سجلته على كيس جروب ده ايميل، تبدا ان انت بالايميل ده تفيرتيفيكيت الاكونت بتاعك، وتبدا ان انت توصل لحاجه اسمها داونلود سيكشن، هتختار اخر فيرجن من البرنامج اللي هو في راي نيكست فور سكتش اب ابديت 2.1، كذلك في الراينو هتستخدم اخر ابديت متاح بالنسبه لك، وتبدا ان احنا نشتغل ايه عليه. طيب بعد تحميل البرنامج وتسطيبه هتلاقي البرنامج اضيف في القايمة سواء سكتش اب او راينو، هتلاقي قايمة اضافت بنفس الشكل ده وهي خاصة بالايه بالفي راي. طيب لو انت بتستخدم راينو فانت محتاج ان انت تيجي عند حاجة اسمها ريندر وتيجي عند بانلز، تحت هتلاقي كارنت ريندر، هبدلها من راينو لفي راي فور راينو، لكن السكتش اب اول ما تشتغل هتلاقي ان انت عندك القايمة نزلت وبقى متاح ان انت ايه تشتغل عليها. طيب دي الايقونة الاساسية هنبدأ ان احنا نضغط عليها، فزي ما انت شايفين هيبدأ ان هو يفتح لك حاجة اسمها الفي راي اسيست اديتور. الفي راي اسيست اديتور ده تقريبا اللي احنا هنكون المانجنج بانل اللي احنا بنقوم بيها بكل الحاجات اللي احنا هنكون شغالين عليها. فزي ما انت شايفين هنا هنلاقي السيتنج، هنا هنلاقي باقي التفاصيل، هنعرف كل الاجزاء دي بالتفصيل خلال السكاشن الايه اللي جاي. طيب كبداية احنا محتاجين نعرف انه في راي هو ريندر انجن، يعني هو وظيفته يحط اضاءات وتكستشرز على ال 3D مودلز. فانت لو ال 3D مودل بتاعك كويس فانت هتضيف عليه تكستشر كويس، خلاص المشهد بتاعك هيطلع بشكل كويس. طيب فده معناه ان هو ما بيتدخلش في اي حاجه ليها علاقه بال 3D. يعني في مفهوم خاطئ دايما الناس تيجي تقول لك مثلا في برنامج مثلا يقول لك ماكس الريندر بتاعه مثلا اقوى من كذا، لا هو الفكره في الحقيقه انت وقدرتك على استخدام البرنامج، اولا في دقه ال 3D موديل سواء هي هاي بولي او لو بولي، وفي نفس الوقت انت وتوزيعك للاضاءات في المشهد. فهو يعني unrelevant الموضوع، انت على حسب بنائك للمشهد هتقدر ان انت تشتغل على الايه الاجزاء دي كلها. طيب احنا اول حاجة هنبدأ بيها هي الاضاءات، فاحنا هناخد الاضاءات بالترتيب وفي نفس الوقت هناخد اوضاع الريندر الاساسية اللي موجودة في الايه في البرنامج. طيب هنبدأ بنفس الشكل الاتي ده، كده هلاقي بانل هبدأ ان انا اضغط عليها، هتلاقي في موجود فيها انواع الاضاءات. الاضاءة اللي احنا هنبدأ بيها النهاردة هي الريكتانجل لايت تول، هبدأ بنفس الشكل الاتي ده كده، وهبدا ان انا اجي اهو كده وهبدا ان انا ارسم اهو كيوب. طيب او بنفس الشكل الاتي ده كده هتلاقونا رسمنا ريكتانجل، وفي نفس الوقت لو انت جيت بصيت على المنظور هتلاقي ان في اتجاه للايه للسهم ده من فوق. طيب اتجاه السهم ده لفوق بيقول لك ده مصدر الاضاءه او ده الاتجاه بتاع الاضاءه اللي انت هتكون ايه شغال عليه. طيب انا هبدا ان انا اجي للسيتنج هنا، احنا محتاجين نعرف اول بقى وضع من اوضاع الريندر وهو الانتر اكتف ايه ريندر. طيب الانتر اكتف ريندر ده بيقول لك ان هو ريندر تفاعلي. يعني ايه ريندر تفاعلي؟ يعني انا مجرد ما اشغل كده اي تعديل انا هعمله في المشهد هنا هبدا ان انا اشوفه في الريندر بشكل ايه مباشر. طيب انا فعل انتر اكتف ريندر، هننزل بس الريندر اوتبوت وهبدا ان انا اضغط هنا على الايه على الايقونه دي بنفس الشكل الاتي، هيبدا الشكل يلود اهو وفتح لي حاجه جديده اسمها الفي راي فريم بافر. ضروري جدا نفرق ما بين المسميات عشان اجزاء كتير جدا في الورش هيكون ظاهر عندنا الاجزاء الاساسيه دي اللي هو الفي راي فريم بافر والفي راي اسيست اديتور. طيب احنا دلوقتي عملنا سورس اضاءه بنفس الشكل الاتي ده. طيب ادي سورس الاضاءه،
طالع منه الاضاءه بنفس الشكل الاتي ده، فانا محتاج بقى نعدل بقى الاضاءه ونبدا ان احنا نحط الاضاءه في بوزيشن مناسب. فاول حاجه انا هعملها هبدا ان انا اروتيت اهو بنفس الشكل الاتي، عملت روتيشن بزاويه 90 طيب، وبدات ان انا ارفع الاضاءه اهو بنفس الشكل الاتي. زي ما انتم شايفين اي حاجه انا بعملها في اتجاه الاضاءه او في الموديل نفسه بتبدا ان هي تجي لي فورا في الفي راي فريم بافر. يعني انا جدا لو جيت مثلا هنا وعملت زوم زي ما انتم شايفين هتلاقي ان هو عمل لي ايه زوم، جيت لفيت مثلا بالكاميرا بنفس النمط الاتي ده كده، فانا هلاقي برضو ان هو لف لي في الكاميرا في الفي راي فريم بافر. فده الوضع الاول وهو الانتر اكتف ريندر. طيب هنيجي ناخد لقطات جاهزه او الشوتس الجاهزه اللي احنا عاملينها، سواء برضو انت تستخدم سكتش اب او راينو مش هيفرق. فهبدا ان انا اضغط بنفس الشكل الاتي ده كده، وهنعمل زاويه قريبه كلوز بنفس الشكل الاتي ده كده، او ممكن ناخد كبدايه متوسط. طيب احنا دلوقتي شايفين ادي مصدر الضوء اللي موجود بنفس الايه الشكل الاتي ده. لو انا جيت وبعدت مصدر الضوء ده شويه هتلاقوا ان الاضاءه بدات ان هي تخفت، بس في نفس الوقت اماكن اللسعات بتاعت الاضاءه الصريحه دي ما بقتش موجوده. طيب ممكن برضو ان انا اكبر سورس الاضاءه بنفس الشكل الاتي ده كده اهو، وزي ما انتم شايفين حجم الاضاءه برضو مهم جدا عندي. ليه؟ لان انت لو السورس بتاعك حجمه كبير هيدي اضاءه ايه اكبر، لو حجمه صغير هيدي اضاءه صغير. طيب هل هي دي الحاجه الوحيده اللي بتتحكم في القدره بتاعه الاضاءه بتاعتي؟ طبعا لا. تعالوا بقى نبدا ان احنا نيجي بنفس الشكل الاتي ده كده، نصغر الجزء ده عشان ناخد السيتنج بقى بتاعه الاضاءه الاولى وهي الريكتانجل لايت. هنا ده عندي السيتنج، هبدا ان انا اضغط على رمز الايقونه ده، وده هنا هيفتح لي اللايتس. اي مصدر اضاءه موجود في المشهد هيكون موجود في القائمه بتاعه اللايتس. فانا هبدا ان انا اجي بنفس الشكل الاتي ده كده، هضغط على الارو الصغير عشان يفتح لي السيتنج الاساسيه. طيب اول حاجه عندي هلاقي حاجه اسمها كلر والتكستشر. طيب الكلر والتكستشر ده انا لو جيت غيرته بيغير لون مصدر الاضاءه. يعني انا لو جيت كده زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان انا عندي الاضاءه بقت عامله ايه لون ايه احمر. تعالوا كده نغير مثلا اخضر ازرق. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي ان الكلر بتتحكم في نوع الاضاءه اللي موجود عندي جوه المشهد بتاعي. تعالوا كده نرجعها لابيض نفس الشكل. هنلاقي بعد كده حاجه اسمها انتنسيتي. انتنسيتي ده هو المعدل بتاع قوه الاضاءه. فزي ما انتم شايفين هنا هتلاقي عندي هنا مصدر اضاءه، فانا لو جيت مثلا قللت هلاقي ان مصدر الاضاءه الشده بتاعته بدات ان هي تبقى ضعيفه، وفي نفس الوقت تلاقي هنا مدي لك توضيح اكتف للايه للرندر. فانت لو جيت زودت هتلاقي ان الاضاءه ايه اللي بيحصل لها هنا في الانتر اكتف بتبدا ان هي تزيد. طيب هل المعدل ده موجود ما بين 1 و100؟ احنا زي ما شايفين كده اهو ادي المعدل بتاعي من 1 ل100. لا، لو انت عايز تزود فانت بتيجي هنا وبتضغط دبل كليك وتبدا ان انت تحط النمبر بتاعك. زي ما انتم شايفين هتلاقي ان هو اداني معدل كبير. طيب المعدل الكبير ده نقدر نوصل اللي هو الايه 1600. زي ما انتم شايفين اضاءه قويه جدا لدرجه ان هي عامله هايلايت بيرن على الشكل. فاحنا ممكن نيجي مثلا نقول ان الاضاءه هنا في المشهد ده ممكن نخليها 70 بنفس النمط الاتي ده كده. يبقى انا كده حطيت القوه بتاعه الاضاءه. تاني حاجه عندي هنا حاجه اسمها الشيب، ممكن ان هو يكون ما بين ريكتانجلر وديسك. فزي ما انتم شايفين شكل بقى مصدر الاضاءه نفسه. طيب يعني ايه بقى شكل مصدر الاضاءه نفسه؟ انا كده محتاج افتح الزاويه من هنا واغير المنظور عشان نبدا نشوف التغيرات اللي بتحصل على على مصدر الاضاءه. فانا لو عملت زوم كده زي ما انتم شايفين بدل ما هو كان ريكتانجل، بدل ما كان مربع بقى ديسك، عباره عن ديسك او دائره بيخرج منها مصدر الاضاءه. في نفس الوقت اهو لو جينا رفعنا مثلا الاضاءه اكتر بنفس الشكل، فانا هيكون عندي ما بين الديسك وما بين الريكتانجلر اللي موجود عندي في في الاجزاء. تعالوا كده لو انا جينا غيرنا في الاشكال دي ما بين اليو والفي السايز بتاعنا هتلاقوا ان هو بتتحكم في الطول والعرض بتاع المساحه بتاعت الشكل بتاعنا. هل احنا عايزينها عريضه؟ زي ما انتم شايفين كل ما العرض بتاعها بدا ان هو يكبر كل ما انتم شايفين قوه الاضاءه. نفس النمط في الديسك بيدي لك السايز او نقدر نقول القطر بتاع الدايره. فزي ما انتم شايفين كل ما احنا بنصغره كل ما بيدينا شكل مختلف واضاءه مختلف. طيب تاني حاجه عندنا في الاوبشنز في حاجه مهمه جدا وهي الانفيزبل. طيب الانفيزبل لو انت فعلتها بيبدا ان هو يخفي لك مصدر الاضاءه ده. لو انت عندك لقطه واللقطه دي انت مش عايز يبان ان ده مصدر الاضاءه بتاعك، فانت بتيجي عند الانفيزبل تبدا ان انت تضغط عليه بنفس الشكل الاتي ده كده عشان يبدا ان هو يخفي لك مصدر الاضاءه الاساسي بتاعك. طيب هنبدا ان احنا نيجي بنفس الشكل الاتي ده كده وناخد لقطه ثانيه موجوده معموله من قريب. طيب ده الوضع من اوضاع الريندر، وده اول حاجه من انواع الاضاءات وهي الريكتانجلر لايت. طيب
هل في اوضاع ريندر تانية؟ في طبعا اوضاع ريندر تانية محتاجين ان احنا نعرف. انا هبدا ان انا اجي هنا هوقف الريندر، او نبدا ان احنا نيجي من هنا ونضغط ستوب نوقف الايه الريندر. وهاجي عند السيتنج، عند ريندر هلاقي عندي كذا حاجه احنا محتاجين نعرفها بالتفصيل واحده واحده. طيب اول حاجه هي الانجن. الانجن ده انت هتستخدم في الجهاز بتاعك ايه عشان يعمل بقى عمليه الريندر دي؟ يعني انت هتستخدم الجي بي يو الجرافيكس كارد بتاعك، ولا السي بي يو هي الايه الوحده المعالجه المركزيه في الجهاز اللي هي البروسيسور. طبعا في اضاءه، في اضافه تانية ان انت تقدر تختار مثلا كارت الشاشه اللي هو مثلا في حاله جهازي هو الار تي اكس. تقدر ان انت تختار اكتر من ايه من حاجه. انا لو جيت هنا على السي بي يو خلاص هو كده مختار السي بي يو، لو جيت اخترت الار تي اكس خلاص انا كده برندر على الايه من خلال الايه الار تي اكس. لو جيت مثلا على الكود بنفس الوقت اقدر ان انا اختار السي بي يو والار تي اكس، انا كده برندر على كارت الشاشه وعلى البروسيسور بتاع الايه الجهاز بتاعنا. طبعا هتلاقوا في الابديتس اللي قبل البرنامج ده او قبل التحديث الاخير هتلاقوا ان هو الكود ده ما كانش موجود، كان سي بي يو جنبها الجي بي يو على طول، او بيقرا على طول كارت الشاشه بتاعك اللي هو سواء ار تي اكس جي تي اكس انتل حسب كل جهاز والايه المواصفات بتاعته. طيب انا في الحاله دي انا استخدم السي بي يو لان البروسيسور عندي في الورك ستيشن دول، فهو اقوى من الجرافيكس كارد اللي موجود. طيب هنا بقى هنلاقي عندي الاوضاع بقى بتاعه الريندر. لو انا جيت طفيت الانتر اكتف هلاقي ان انا ظهر لي حاجه اسمها بروجريسيف. طيب بروجريسيف ده تاني وضع من اوضاع الريندر. لو انا جيت عملت بروجريسيف كده وتعالوا رحنا جايين ضاغطين ريندر، فده بيكون ريندر قبل نهائي. يعني انا عايز اتست واشوف، بس في نفس الوقت يخلصني في وقت ايه سريع. انا عايز اشوف اللقطه بتاعتي دي هيكون عباره عن ايه او هتطلع بشكل ايه عامل ازاي. زي ما انتم شايفين اهو ادي بيلدينج لللايت كاشز اللي موجوده في المشهد اهو. بس انا لو جيت عملت اي تغيير زي ما انتم شايفين مفيش اي حاجه بتحصل. ليه؟ لان هو الوضع الوحيد اللي انا اقدر اعدل واشوف التعديلات بتاعتي هو الايه الانتر اكتف ريندر مود. ده كده المود التاني اللي هو البروجريسيف. قلنا ده بيكون قبل النهائي. انت مثلا عايز تست خلاص، مش عايز تشوف مثلا اللقطه النهائيه بتاعتك، لا عايز ان انت حاجه سريعه، فبتبدا ان انت تستخدم الايه البروجريسيف مود. تعالوا بنبدا ان احنا نوقف. طيب لو انت بقى عايز تعمل الفاينل ريندر خلاص بنستخدم حاجه اسمها الباكيت ريندر او الباكيت مود. هو ده النهائي بتاعتي، بتاكد ان الانتر اكتف ريندر عندي مطفي والبروجريسيف عندي ريندر برده مطفي، وابدا ان انا اضغط بنفس الشكل كده. خلاص ده الفاينل ريندر للشوت اللي موجوده قدامي. خلاص انا كده بقول له رندر لي المشهد ده او اللقطه دي، خلاص الريندر الايه النهائي بالسيتنجز كامله اللي موجوده في الايه في المشهد. فزي ما انتم شايفين اهو هيبدا ان هو ايه يرندر المشهد اللي موجود. طبعا احنا هنوقف دلوقتي عشان لسه عندنا شويه اجزاء احنا محتاجين ان احنا ايه نتكلم عليها. انا هبدا ان انا اشوف بقى حاجات تانية زي مثلا موجود عندي في نفس قائمه الريندر حاجه اسمها كواليتي. طيب انا هبدا ان انا اجي على ريندر اوتبوت الاول. احنا طبعا هنيجي دلوقتي نقول الصيغ بتاعتها، بس هنبدا ان انا نصغرها بس ل 500. طيب انا حاطط دلوقتي الكواليتي على هاي، وهبدا ان انا اجي مثلا افعل انتراكتيف ريندر. زي ما انتم شايفين كده القدره بتاعتي ايه هاي. كل مره انت بتصغر السيتنج دي بتبدا ان دقه الصوره نفسها هي اللي بتقل، مش البكسلات، الدقه بتاعت الصوره. فاحنا لو جينا شايفين انا مستخدم دلوقتي هاي على الانتر اكتف اهو، ده شكل الايه ده شكل المشهد اللي موجود معايا اهو، هو دلوقتي جاري ان هو بي ايه بيرندر. طيب ايه اللي هيحصل لو انا جيت رحت جاي بقى مقلل الايه، وقفنا كده اهو ورحنا جايين مقللين على ميديوم. تعالوا كده نحاول نركز فما بين الفرق ده وما بين الايه الشوت اللي هتيجي بعدها. هنلاقي ان جودة الصورة نفسها بقت اقل. طيب امتى بقى نستخدم ما بين المودز المختلفة اللي موجودة دي دلوقتي؟ تعالوا بس نشوف الميديوم هيفتح بشكل عامل ازاي. لو جينا طبعا ركزنا في الصور النهائية بتاعت الريندر هنلاقي ان في فرق ما بين الايه الدقة بتاعت الايه الصور. طيب تعالوا نوقف ننزل دي على اقل حاجة اللي هي لو، ونبدأ ان احنا نرندر. احنا ممكن نعمل ريندر نهائي عشان نتست برضو نشوف الايه الصور، مش بس مجرد ايه انتراكتف. طيب فعشان نعمل حاجه زي دي اهو هنطفي الانتر اكتف وهاجي هنا على الكواليتي لو وهبدا ان انا اقول له ايه رندر. طيب ده هيدي لك سرعه الريندر هيكون سريع جدا. يعني اهو احنا عملنا دلوقتي ريندر بيعمل كومبايلنج للجيومتري، يعني هو لسه بيبني المشهد، بعدين هيبني اللايت كاشز في المشهد توزيع اماكن الاضاءات، وبعدين يبدا يرندر. طيب زي ما انتم شايفين كده عايزين نركز كده ايه اللي هيحصل. ادي الريندر اهو مش هيكمل دقيقه معانا، وادي المشهد اللي طلع. بس زي ما انتم شايفين لو جيت عملت زوم مفيش ايه مفيش اي حاجه في المشهد، التفاصيل كلها ايه تقريبا رايحه. طيب على عكس ده دلوقتي انا حاطط كواليتي ايه لو للصوره. تعالوا بقى نرفع الكواليتي الهاي
نفس الشكل الاتي ده اهو كده. طيب احنا عايزين بقى نقارن ما بين الايه الاثنين اللي موجودين دول هنا عندنا. فانا هبدا ان انا انزل تحت هنا وهعمل حاجه اسمها شو الهيستوري. الهيستوري دي انا عايز اقارن بقى ما بين الصور بتاعت الريندر اللي انا شغال عليه. فهتيجي من الفي ري فريم بفر وهبدا تحت واضغط على ايه History. وهبدا ان انا اقول له مثلا نفس الشكل الاتي، هيقول لك اختار الهيستوري دايركشن، ايه المكان اللي انت هتحفظ فيه بقى الصور ايه دي. انا في حالتي هختار الورك بنفس الشكل الاتي ده كده اهو، وهبدا ان انا اضغط اوكي. زي ما انتم شايفين هنلاقوا فيه اوريدي كده كده صور موجوده. احنا هنمسح الصور دي، دي من ورك شوب ثانيه، وهبدا ان انا اعمل سيف. انا كده حفظت مشهد، حفظت اللقطه دي هنا في الهيستوري. ليه؟ عشان انا دلوقتي عايز اجرب على كواليتي هاي، فانا هبدا ان انا اضغط اهو ريندر نفس الشكل الاتي ده كده. هنا طبعا هيبدا برضه يقول لك كل التفاصيل كام فريم، مثلا لو انت بتعمل انيميشن هيقول لك فيها كام فريم وكل الايه التفاصيل دي. وانا دلوقتي اديته ريندر تاني. طيب احنا ليه استخدمنا الهيستوري؟ عشان ابدا اشوف ما بين الفرق ما بين الكواليتي اللو وما بين الكواليتي الايه الهاي الموجوده في الايه في البرنامج معايا. طيب اهو بيبدا ان هو يبيلد اللايت كاشز الموجوده وهيبدا ان هو يرندر الايه الصوره. نبدا ان احنا ننتظر اهو معاه ان هي تنتهي، وبعدين هنبدا بقى ندخل نعرف ايه الفرق وازاي ارفع الجوده بتاعت الصوره بتاعتي والتفاصيل بتاعتها. والكلام ده هيجي من حاجتين، اول حاجه ما بين الكواليتي اللي احنا لسه شغالين عليها دي دلوقتي. زي ما انتم شايفين الريندر بدا ياخد وقت اطول اكتر من الشوت اللي قبلها. زي ما انتم شايفين اهو ريندرنج ايمج، لو انا عايز اعرف الريندر بتاعي وصل لفين من الفي ري فريم بافر ببدا ان انا انزل تحت على التاب الصغيره دي وابدا ان انا اضغط عليها، هتبدا ان هي تظهر لي الايه حاجه اسمها الفي ري بروجريس ويندو. ده بيقول لك الريندر اكتمل منه قد ايه. لو انت مثلا خلاص انت عرفت مثلا ان الريندر مثلا خد من 1 لـ5 في 10 دقائق، خلاص انت كده عرفت ان انت مثلا قدامك مثلا ايا كان 100 دقيقه مثلا او حاجه او 50 دقيقه، تبدا ان انت تعرف تعمل حاجه تانية من خلال ما الريندر ان هو ايه يخلص معاك. زي ما انتم شايفين اهو الريندر 43% بدا ان هو ياخد وقت اطول، بيبدا ان هو يعالج بجوده ايه افضل عن الجوده الاولى اللي احنا ايه اشتغلنا عليها. طيب يبدا يتابع نفس الشكل الاتي ده كده. على قد ما هو احنا سايبينه اهو ان هو يرندر 74%، ده طبعا ريل تايم يعني احنا لسه مش عاملين سبيد اب، لكن في الورك شوبس طبعا احنا هنعمل سبيد اب للمرحله بتاعت الايه الريندر دي كامله، بحيث ان هي تكون شايفين بس البروسيس بتاعت الايه الريندر. ان بعض الاحيان الريندر في مشاهد دقيقه ممكن ياخد 2 3 ساعات، طبعا على لو الاجهزه اضعف من كده الريندر ده ممكن ياخد بالايام عادي مفيش اي مشكله، لان هي طبعا دي اقوى حاجة بتستخدم او بتستهلك قدرة الايه الجهاز بتاعك وهي الريندر، سواء مثلا في الفيلم ميكنج او في برامج ال 3D اللي هي الريندر، فبتحتاج دايما مواصفات عليها عشان يبدا ان هو يكون يعني ريسبونسيف معاك اكتر في الايه في الشكل اللي انت ايه شغال عليه. طيب زي ما انتم شايفين اهو قرب ان هو يكتمل 99% ناقص الحتة اهي دي، بيبدا ان هو يعمل لها معالجة اهو. طيب ريندرنج ايمج بس هو كده بيشطب في اخر نقطة، وبعد كده هنعمل سيف. احنا ممكن نعمل سيف من دلوقتي مفيش مشكلة. وهاجي هنا ما بين الايه الكومبير، يعني انا هعمل دي سيت ايه وهعمل دي سيت بي. ليه بقى؟ انا عايز اكومبير ما بين الاثنين، ووقفت كده على الايه الكومبير هوريزنت. طيب تعالوا كده نشوف، زي ما انتم شايفين ادي الفرق ما بين الايه الاثنين، ده ما بين اللو مود اهو، وده كده اهو زي ما انتم شايفين ما بين الايه الوضعين. فالوضعين زي ما انتم شايفين في اختلاف كبير جدا في الدقه بتاعتنا واحنا شغالين اهو ما بين ده وما بين ده. وفي نفس الوقت الدقه دي لو انت الاوتبوت بتاعك اكبر هتبان برضو ان هي ايه اقوى. يعني احنا برضو عشان الدقه بتاعت الشوتين يعتبر الاثنين الشوتات ضعيفه، لكن انت لو رفعت الريندر اوتبوت هتلاقي ان الشوت برضو ايه في فرق كبير جدا ما بين الايه ما بين الكواليتي. فزي ما انتم شايفين اهو ده الفرق ما بين الاثنين، لو احنا كده ده كده على اللو، لو احنا كده على الكواليتي اللي هي الايه الهاي. طيب تعالوا بقى نرجع كده وناخد العامل التاني اللي بيتحكم في الموضوع ده. طيب احنا حفظنا كده شوتين، انا هاجي عند حاجه اسمها ريندر اوتبوت، وده بيقول لك بقى الايه الايمج ويدث والهايت.
اللي هي من الاخر اسبكت ريشيو او البكسلات المكونه للايه للصوره بتاعتك. لما انت تيجي مثلا على الفوتوشوب تفتح ديزاين جديد، انت بتحط الاسبكت ريشيو بتاعتك، تقول له مثلا ان هو 500 بكسل في 100 بكسل، 1000 بكسل في 1000 ونص. فهنا دي مكونه عندي بقى في الاسبكت ريشيو دي، بقى بتبقى محدده لك للسكرين بتاعك. يعني ايه سكرين؟ اللقطه، اللقطه هتتاخد هنا مثلا متاخده وايد سكرين، فزي ما انتم شايفين ادي اللقطه. طيب انا لو جيت على الاسبكت ريشيو دي مثلا خليتها سكوير، شفتوا ايه اللي حصل هنا في المشهد؟ بقى ده ايه سكوير. فلما يجي رندر هيرندر لي ايه مربع. طبعا تتاكد ان انت مفعل حاجه اسمها سيف فريم اهو، عشان يبدا يقول لك ايه اللي ايه اللقطه هتاخد ايه بالظبط. طيب فانا هاجي مثلا هنا 900، انا دلوقتي عامل ايه سكوير. تعالوا كده نرندر، ادي هنعمل رندر. احنا بس عايزين نشوف حاجه بسيطه، احنا مش هنستنى ان الرندر يخلص، احنا بس عايزين نشوف ايه اللي اتغير ما بين الايه الصور. زي ما انتم شايفين هنا دي كانت وايد سكرين، هنا الاوتبوت او الشوت بتاعتي هتكون في مساحه ايه مربعه، دي المساحه المربعه اللي ظاهره في الايه في المنطقه بتاعتي. طيب تعالوا نوقف كده ونفعل انتراكتيف ريندر عشان نبدا نشوف التغييرات دي كلها. فانا هبدا ان انا افعل اهو بنفس الشكل الاتي ده كده انتراكتيف ريندر، هبدا ان انا اسيب الريندر اهو يبدا ان هو يقرا كومبايلنج الجيومتري. طبعا السيف فريم ده بس بيوضح لك في البرنامج اللقطه دي هتبقى ايه شكلها او تفاصيلها عامل ازاي. اهو زي ما انتم شايفين ده كده السكوير. تعالوا نبدل للبيكتشر 4 في 3، زي ما انتم شايفين اهو الفريم بتاعي اتغير. تعالوا كده نغير لاندسكيب 5 في 4، تعالوا نغير لبورتريه هيبقى بالطول، الشوت بتاعتي تبقى بالطول اهو بنفس الشكل. طيب احنا هنستخدم اهو الوايد سكرين زي ما احنا مستخدمين. طيب انا دلوقتي رفعت الايمج ويدث ل 1600، هنا كانت كام؟ هنا كانت 500 في 282. هل ده بيفرق؟ ده بيفرق كتير جدا. فزي ما انتم شايفين اهو انا قادر ازوم ان لحد ما شايفين الحبات البسيطه بتاعت الايه الجزء. طيب احنا عايزين نشوف فاينل ريندر للجزء ده وهو شغال هيكون عباره عن ايه. فاحنا اوريدي كده جاي مجهزين لكم اهو الجزء ده كده شكل الشوت في النهايه. يعني ادي الشوت اهو، تعالوا شايفين نقدر ان احنا نعمل زوم لحد ما نشوف اهو الجزء بتاع السمسم وحبه البركه اللي موجوده، نفس النظام الفابريك والتكستشرز اللي موجوده على الايه على المشهد، وفي نفس الوقت اللاتيه الموجود او الشوكليت اللي موجوده ايه هنا. طيب الجزء الابيض ده اكيد انتوا طبعا بتشوفوا في الريندر او لو بتشوفوا دايما في الديزاينز اللي بتنزل على الجروبس، ان انا عندي ناس بتبقى منزله شوتين، شوت كده بيكون كانه ابيض واسود او درجات جراي، والشوت الثاني اللي بالالوان. ده بقى بيكون حاجه اسمها ماتيريال اوفر رايد. طيب ماتيريال اوفر رايد بيكون وضع من اوضاع الريندر اهو، بيكون عندك هنا في قائمه السيتنج الاساسيه. ده بقى بيعمل لك ايه؟ ده بيغطي لك كل الاجزاء بتاعه الشكل بتاعك بلون ثابت. يعني انا لو جيت على ماتيريال اوفر رايد هنا مدي لك حاجه اسمها اوفر رايد كلر، انا هفعل كده اوفر رايد كلر، بيقول لك ادي دي درجه اللون اللي انا هغطي بيها الشكل كله، لو غيرتها طبعا هتغير ايه معاك، بس احنا ايه مش هنغيرها لان هي دي من الحاجات الايه المهمه. وابدا ان انا اضغط انتر. امتى بستخدم وضع الماتيريال اوفر رايد ده اصلا؟ يعني الوضع ده ايه فايدته؟ يعني هما ليه بيكسي لي مثلا حاجه بكل الكلام؟ طبعا الفاينل ريندر بياخد قدره الجهاز بشكل كامل. واحنا بنبني المشاهد دايما قبل ما ابني اي مشهد بعد ما اخلص 3 دي موديلنج ببدا ان انا اعمل حاجه اسمها الايه السورت او الاورجنايز بتاع الايه اللايتنج نفسها في المشهد، ان انت بترص اضاءتك في الايه في المشهد. طيب وانت عشان ترص اضاءتك في المشهد بشكل سريع وعايز تشوف كل التفاصيل بتاعتك، فانت بتحتاج ان انت الريندر يكون سريع او الانتراكتيف ريندر يكون سريع. تعالوا كده نطفي الهيستوري. طبعا زي ما قلنا الهيستوري بتيجي من الاتش من الفي ري فريم بافر، فانت بتحتاج ان انت تكون شايف كل ايه حاجه بشكل ايه سريع. طيب يعني انا مثلا لو انا مثلا مش عاجبني قدر الاضاءه ده، هاجي مثلا هنا واروح جاي قايل له مثلا لا خلي لي دي 50، فهتلاقي ان المشهد بقى ايه معدل. طيب تعالوا كده نغير، وهبدا ان انا اجي هنا وارسم اضاءه جديده. فانا هاجي كده اهو، تعالوا نقف مثلا كده على الاضاءه الجديده دي. ما انت بتجرب المشهد طبعا مش هيكون عندك باضاءه واحده، هيكون متنوع ما بين اكتر من ايه من اضاءه. فانا جيت رفعت كده مثلا ايه الاجزاء زي ما انتم شايفين كده اهو، بقى انا كده عندي مثلا ايه مصدرين ايه اضاءه. طيب في حاجه بقى مهمه في الفي ري فريم بافر هنلاقيها، حاجه اسمها ريجن ريندر. ريجن ريندر ده بقى بيقول لك ايه، انت بعد ما تحددها تيجي ترسم كده بنفس الشكل الاتي ده كده على منطقه، بيقول لك المنطقه دي بقى هي اللي ايه هيتم فيها الريندر بس. يعني انت لو جيت على المنطقه دي رسمت زي ما انتم شايفين، التعديلات بتاعت الريندر هتحصل في الايه في المنطقه دي بس. يعني انا مثلا لو جيت رسمت هنا اقدر اشوف التعديلات اللي هتحصل في المنطقه دي ايه بس، فيما عدا ذلك من الريندر هيفضل ان هو ايه ثابت. دي بتساعدني ان انا اشوف مثلا لو انا عملت تغيير محدد في منطقه محدده من السكتش وانا شغال عليه او الشوت اللي انا شغال عليها، اقدر ان انا اشوف كل الايه الاجزاء دي.
يعني انا مثلا لو انا جيت مثلا رسمت هنا ورحت جاي على الاسيست اديتور وطفيت اضاءه مثلا، انا طفيت مثلا الاضاءه اللي هناك، وزي ما انت شايفين المنطقه بس اللي انا محددها هي اللي اتاثرت، او هي دي المنطقه اللي انا اقدر ان انا ايه اشوف. طيب عشان نفك الريجن ريندر ببدا ان انا اضغط عليه بنفس الشكل الاتي ده كده، هيبدا ان هو يفك الجزء بتاع الريندر ده ويرجع اهو زي ما انت شايفين اهو، هيبدا ان هو يرندر الايه المشهد كامل. فالريجن ريندر ده بستخدمه لو انا عايز اشوف منطقه محدده ابدا ان انا اشوف الريندر ايه فيها. والكلام ده طبعا وانت بتبني شوت مثلا انتيريو او حاجه، لو انا بنستخدمه كتير جدا ان انا بعمل ريجن ريندر على منطقه اشوف الماتيريال دي عجباني ولا مش عجباني، عشان ما استناش ان انا الشوت كلها تبدا ان هي ترندر، لا انا عايز بس مثلا اشوف مثلا هنا تغيير مثلا بسيط مثلا على المنطقه دي، فببدا ان انا احدد عليها بالايه بالريجن ريندر. طيب تعالوا كده نوقف. طبعا احنا مستخدمين ريندر اوت بوت 1600، احنا هننزل ده ل 1000. طبعا الارقام العاليه اللي فوق ال 1000 انت كده بتتكلم في اللي هو الاتش دي، الصور الاتش دي العاديه اللي هي بتكون 1080 من اول 1080. فانت بقدر الامكان تشوف قدره الجهاز بتاعك، يعني هل قدره الجهاز هتستحمل الحاجات دي ولا لا. كنصيحه للناس اللي ما بتستخدمش ورك ستيشنز او اللي ما عندهاش ورك ستيشنز، ما تحاولش ان هي تعلي عن ال 1000 مثلا او ال 1500، لان الجهاز ممكن يتحرق. يعني ايه الجهاز ممكن يحرق؟ الجهاز من الضغط بتاع الريندر ممكن ان هو كارت الشاشه يضرب، فالجهاز ان هو يولع او البروسيسور يبدا ان هو ايه يضرب. والكلام ده حصل معانا يعني اكتر من مره في السنين اللي فاتت، مع طلبه كتير كنا بنيجي نقول لهم لا حاول بقدر الامكان ما تعليش السيتنج بتاعت الريندر بتاعتك للمشهد، لان الجهاز مش هيستحمل. ولكن كانوا مثلا بيجي من بداعي الفضول مثلا يبدا ان هو يرفع يشوف مثلا هل الشوطه تطلع معاه عامله ازاي، يبدا ان الجهاز ممكن يتحرق منك وانت ايه شغال. طيب دي عشان نتفاداها بنعمل ايه؟ بنستخدم حاجه اسمها في راي بنش مارك، ودي لو ممكن تبقوا تسالوني عنها على الجروب هنزل لكم الفيديو بتاعها، وهحاول انزل لكم الاصدار القديم ده. بيقيس لك قدره البروسيسور بتاعك وفي نفس الوقت قدره كارت الشاشه بتاعك، يعني بيدي مشهد تجريبي ويبدا ان هو يرندر ويقول لك الوقت اللي هياخده. بناء على الوقت ده نقدر ان احنا نقول لك الاسبكت ريتشيو بتاعتك او الريندر اوتبوت انت ممكن تظبطه على مساحه كام في كام، بحيث ان هو ما ياثرش على الجهاز بتاعك وما يؤديش لايه لاي دامج في الاجهزه لا قدر الله. طيب يبقى انا دلوقتي عندي من الريندر سيتنج ماتيريال اوفر رايد، وعندي الريندر، طبعا عندي اجزاء تانية هنبدا ان احنا نشوفها. فانا هبدا ان انا اشغل، خلاص شلت الماتيريال اوفر رايد، وهبدا ان انا اشغل بنفس الشكل الاتي ده كده اهوت، استنى ان المشهد يبدا ان هو يشتغل، وهبدا ان انا اجي هنا عند حاجه اسمها ايه كاميرا. عايزين لقطة، لا عايزين لقطة تانية من قريب للشكل. احنا كده كنا واقفين في المسقط ده، فهو رندر المسقط ده. هبدأ ان انا اقف على البرسبكتيف بتاعي وابدأ ان انا ارندر. طبعا ده انتراكتيف رندر عشان نشوف كل التعديلات اللي احنا محتاجين ان احنا ايه نشوفها. طيب هنيجي بقى نعرف بقى ما بين الاكسبوجر فاليو اللي موجودة في الايه في المشهد. طيب ده شكل المشهد الموجود معايا، المشهد ممكن يكون معتم، فانا هاجي عند الاكسبوجر. اكسبوجر فاليو او الاي في بتبقى موجوده في السيتنج بتاعت الايه الكاميرا بتاعتي. انا لو جيت هنا ورحت رافع دي ل 11، تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. هي كانت 10، المشهد بقى معتم اكتر. ده معناه ان انا كل ما هزود او كل ما هزود الاتجاه ده هلاقي ان المشهد بدا ان هو يطفي نفس الشكل الاتي ده كده. وعلى عكس كل ما انا هنقص هلاقي ان البرايتنس او الاكسبوجر، نركز قوي، الاكسبوجر بتاع المشهد بتاعي بقى ايه فاتح. طيب يعني انت من خلال الفاليو بتاعت الاكسبوجر برضو بتحدد الاضاءه بتاعت المشهد كامل. يعني انت مثلا طبعا انت تيجي تقدر ان انت تيجي من هنا مثلا تعلي الاضاءه مثلا دي ل 90، فانت عليت الاضاءه، بس انت عليت الاضاءه اللي جايه من الماستر، ما عليتش اضاءه المشهد كامل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده معناه ان انا لو جيت هنا عند 30 ماشي، في منطقه هنا فاتحه وفي هنا منطقه ايه غامقه. لو انا عايز اكسبوجر للصوره كامله هبدا ان انا اجي كده مثلا وهبدا ان انا اعمل، هنلاقي ان المنطقه دي اتفتحت وهنا وهنا الصوره كامله بدا ان هي يحصل لها ايه اكسبوجر. فضروري جدا في الاستاديز ان انت تكون او اللايتنج ستادي اللي انت بتقوم بيها في وضع الماتيريال اوفر رايت تجرب كل حاجه. يعني ايه تجرب كل حاجه؟ تشوف الاكسبوجر هيكون مناسب معاك ولا مش مناسب. لو انت مثلا وضع ليلي، لو انت الشوت بتاعتك ليلي، ما ينفعش الاكسبوجر بتاعك يبقى قليل، لازم الاكسبوجر بتاعك يبقى ايه عادي. والكلام ده يعني
يمكن اكتر ناس بيتفاعلوا معايا هم المصورين، لان هم بيستخدموا الكلام ده كتير جدا في الايه في الشغل بتاعهم. في نفس الوقت تقدر تضيف الاكسبوجر خاص بحيث انه يرجع لك الايه السيتنج الاساسيه بتاعتك. طبعا هنا في سيتنج اضافيه موجوده، في عندي ديبت اوف فيلد، دي بتعمل زي شوت قريبه، دي هناخدها في ورك شوب من التطبيقات اللي احنا هنشتغل عليها هي بتعمل ايه وتفاصيلها، وكذلك برضو باقي السيتنج الموجوده في الايه في السوفت وير. فاحنا عندنا اجزاء كتير جدا احنا لسه هندرسها. كبدايه احنا هناخد خلال الكام سيكشن اللي جايين دول انواع الاضاءات، الخصائص بتاعتهم، امتى ممكن استخدم ده، امتى ممكن استخدم ده، وكل الايه التفاصيل دي. بعد كده هنبدا بقى في تطبيقات وركشوبس، مشاهد كامله، نبني مشاهد انتيريور ومشاهد اكستيريور طول ما احنا ايه شغالين على الايه البرنامج. طيب المشهد ده لما تيجوا نطبقوا عليه ضروري جدا ان انت تجيب موديل، تتاكد ان الموديل ده هاي بولي يعني التفاصيل بتاعته كتير. هتبدا ان انت تحط باك جراوند ايا كان باك جراوند حيطه، وتبدا ان انت تحمل ترابيزه او انت تعمل موديلنج للترابيزه دي سواء بقى على راينو او على سكتش اب، تحط عليها الموديل وتبدا ان انت تعمل نفس الاجزاء اللي احنا ايه عملناها بنفس الشكل الاتي ده، بحيث ان انت تقدر تشوف النتيجه. وما تنساش بعد ما تخلص على طول تتابع معانا النتيجه اول باول، كانت ايه التفاصيل بتاعتها وطالعه ايه عامله ازاي. طيب احنا نوقف كده الوضع عندنا بتاع الريندر. زي ما انتم شايفين الريندر هنا كان مظبوط على لو، تعالوا كده نرفع الريندر لهاي، وتعالوا كده زي ما انتم شايفين اهو ادي الشكل، وهدي برضو انتراكتيف ريندر عشان نشوف السيتنج الايه اللي ظهرت في السكتش. طيب احنا امتى بنستخدم الريكتانجلر اصلا؟ الريكتانجلر ده غالبا بيكون للنوافذ، يعني انا مثلا عايز مصدر اضاءه قوي وفي نفس الوقت باجي بستعيد عنه عن السان لايت او الدومز في بعض الاحيان، يعني بعض المشاهد بحتاج ان انا احط ده على الشبابيك يديني مصدر اضاءه واسع وايد داخل من المشهد بتاعي بحيث انه ايه يظهر لي الايه التفاصيل. زي ما انتم شايفين هنا تعالوا مثلا لو انا هرسم ريجن ريندر اهو، تلاقي ان هو بيقرا لي التفاصيل على طول في المنطقه اللي انا ايه عملت عليها اهو، النويز بتبدا ان هي ايه تروح. طب انا هنفك كده خالص وهناخد بقى الفاينل ريندر. طيب فاينل ريندر مثلا انا الورك ستيشن عندي تقدر ان هي تستحمل لحد 5K، فانا مثلا هحط 3K، طبعا ده هياخد وقت طويل جدا، وهبدا ان انا اطفي بنفس الشكل، بس احنا هنشوف بس جزء بس بسيط من الايه من الريندر بروسيس اللي هتتم دلوقتي. فانا هبدا ان انا اضغط فاينل ريندر، هبدا ان انا اكبر بنفس الشكل الاتي ده كده. ودي كانت الانترودكشن للسوفت وير، وفي نفس الوقت الاول اضاءه من الاضاءات وهي الريكتانجلر لايت.